قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، ما هي النصائح اللي ممكن ننصحها للإنسان للبعد عن المعاصي؟ أفضل النصائح هي التي نصحها النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم. أول صفة للمؤمنين ما هي، أو للمتقين في القرآن؟ بعد سورة الفاتحة الله تعالى يقول في سورة البقرة، في أول سورة البقرة، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ طبعا المتقون في القرآن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، المتقون لهم ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد، لهم يعني درجات عالية جدا. من هم؟ يبدأ هنا القرآن يعدد لك صفات هؤلاء المتقين. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة الإيمان بالغيب. ثانيا: ويقيمون الصلاة. ثالثا: ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، الإيمان بالقرآن، وما أنزل من قبلك، الإيمان بالكتب السابقة، وبالآخرة هم يوقنون. طيب ما مصير هؤلاء؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الصفات تجعل من الإنسان بعيدا عن المعاصي. لماذا؟ لأنك عندما تشعر بمراقبة الله لك، أنت الآن تجلس أمام كاميرا، فأنت حريص على أن يخرج منك أفضل كلام، وحريص على أن تبتعد عن أي فعل خاطئ. صحيح. تمام؟ لماذا؟ لأنك تشعر بمراقبة الآخرين لك. فكيف بمراقبة الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ إذن شرط أساسي للبعد عن المعصية أن تشعر أن الله يراك ويعلم ما في نفسك في كل حركة وكل كلمة تقولها. كل شيء تتصرفه الله أعلم به ويعلمه ويجزيك عليه. لذلك أنت كيف تبتعد عن المعصية؟ إنسان يريد أن يرتكب معصية، قلنا لدينا الصلاة، الزكاة، الإيمان بالله، الإحساس أو الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا اليقين بالآخرة، لأنك أي معصية سوف تدرك أن الله سبحانه وتعالى سيجزيك عليها، إما خيرا أو سوءا حسب العمل. سبحان الله. نعم. هل هناك نصوص واضحة في القرآن الكريم دكتور، أو في السنة النبوية الشريفة؟ نعم. تحذرنا وتنبهنا لهذه النصائح. كل القرآن الكريم، إذا قرأت كل آيات القرآن، الهدف منه أن يبعدك أيها الإنسان عن كل ما يضرك، ليس عن المعاصي فقط، عن كل ما يضر بك. القرآن جاء ليحفظ لك سلامة النفس والجسد والروح، وجاء ليبعدك عن المشاكل وعن المعاصي وعن معصية الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا تأملت أحاديثه الشريفة أيضا جميعها تهدف إلى أن تتمتع بحياة مستقرة آمنة. الله تبارك وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آية عظيمة جدا، ربما يعني إذا أيقن بها المؤمن، لا أتصور أنه يستطيع أن يعصي الله سبحانه، إذا أيقن بها. وهي آية ربما نقرأها ونمر عليها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحان الله. الوزن يوم القيامة، الله تعالى قال واليوم والوزن يومئذ الحق. هذا الوزن، الوزن لا يكون بالكيلوغرام ولا يكون بالمتر ولا يكون حتى بالغرام، بل بالمستوى الذري، بمستوى الذرة التي لا نراها ولا يمكن رؤيتها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله أن يعيننا على تطبيق هذه الآية في حياتنا. مشكور دكتور عبد الدائم، بارك الله، شكرا جزيلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان، جود من الرحمن فتح الهدى.